مرحبا بكم متابعي منصة سودانية 24 في نشرة إخبارية جديدة. استهدفت مسيرتان انتحاريتان أطلقتهما قوات الدعم السريع المتمردة مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل شمالي السودان. وقالت لجنة الأمن بالولاية إن الدفاعات المتقدمة تمكنت من إسقاط مسيرتين انتحاريتين هاجمتا مدينة الدامر ومبنى الحكم المحلي، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة. وأشارت في بيان إلى أن المسيرة الأولى سقطت أعلى المبنى والثانية في السور دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ونتج عن الهجوم اشتعال نيران محدودة تعاملت معها شرطة الدفاع المدني بصورة سريعة. وقالت اللجنة في بيانها، قالت إن ميليشيا آل الدجل المتمردة تثبت بهذا الهجوم استمرارها في نهج العدوان والإرهاب الذي لن تجني من ورائه سوى الهزيمة الساحقة بعزيمة القوات النظامية والمقاومة الشعبية ووحدة الشعب السوداني وصلابته. قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو إن التقييم الأمني الخاص بحكومة الولايات المتحدة يمنعه من مغادرة مطار بورسودان، إلا أن الجيش السوداني رفض عقد اللقاء بمطار المدينة، وأشار إلى أنه يحترم قرار الجيش في عدم الالتقاء في المطار، معلنا مواصلة البحث عن فرص أخرى لزيارة السودان. وقال إنه على تواصل مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وكشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان إلى أنه تواصل مع قائد الدعم السريع وتلقى موافقته للذهاب إلى مفاوضات جنيف، وقال إنه عرض على القوات المسلحة والدعم السريع عرض عقد اجتماعات تمهيدية مكثفة للتحضير للمفاوضات، لافتا إلى أن غالبية ساحقة من الشعب السوداني بمن فيهم داعمو الجيش يريدون رؤية قادتهم يذهبون للمفاوضات. وأشار إلى أن بلاده تريد مواصلة العمل مع الأطراف ليس فقط لإيصالهم لجنيف ولكن للاستعداد لفعل ذلك. حذر توبي هارورد نائب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من أن المزيد من الأبرياء سيموتون بسبب سوء التغذية وغيره من الأمراض التي يمكن الوقاية منها ما لم تتمكن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني من زيادة المساعدات بشكل كبير داخل المناطق بدارفور. وقال في تصريح صحفي إن قادة المخيم في زالنجي أبلغوا فريق الأمم المتحدة أن بعض النازحين يعيشون على أوراق الأشجار وقشور الحبوب وبقايا الفول السوداني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحتاج بشكل عاجل إلى زيادة إمكانية الوصول إذا أردنا الاستجابة بالحجم اللازم لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، مع ضرورة فتح معبر أدري الحدودي لأن هذا من شأنه أن يسرع ويبسط طرق الوصول بشكل كبير. حدد بنك السودان المركزي سقف التمويل الصغير ب4 ملايين جنيه ويمنح لأفراد أو جماعة لتمويل مشروع أو نشاط، كما حدد سقف التمويل الأصغر للقطاعات الإنتاجية ب1 مليون جنيه وللقطاع الخدمي والتجارة والأسر المنتجة ب1 مليون واحد. إلى ذلك أصدر البنك ضوابط لمعالجة الخسائر النقدية والأصول الأخرى بجدولة إطفاء الخسائر الناتجة عن نهب وسرقة النقود بخزائن البنوك خلال فترة أقصاها 8 سنوات، فيما سمح بجدولة إطفاء الخسائر الناتجة عن تدمير الأصول والأنظمة خلال فترة أقصاها 10 سنوات، ومدد القرار الآجال الخاصة بسياسات وإجراءات التعثر وخسائر التمويل، وتكون المخصصات لتلك العمليات التمويلية القائمة قبل الحرب لفترة 18 شهراً منذ بداية الحرب. كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث عن ارتكاب قوات الدعم السريع المتمردة أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في المناطق التي تسيطر عليها في الخرطوم، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووثق التقرير الذي جاء بعنوان الخرطوم لم تعد آمنة للنساء، وثق عنفا جنسيا على نطاق واسع بالإضافة إلى الزواج القصري وزواج الأطفال أثناء النزاع في الخرطوم ومدن أخرى. وقالت لاتشيا بدرا نائبة مديرة قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قالت إن قوات الدعم السريع اغتصبت جماعيا وأجبرت على الزواج عددا كبيرا من النساء والفتيات في المناطق السكنية في الخرطوم ومنعتهن من الحصول على المساعدة
وخدمات الدعم، مما أدى إلى تفاقم الأذى الذي يواجهون ودفعهن إلى الشعور بأنه لا يوجد مكان آمن في الخرطوم. نفذت قيادة الفرقة الثانية مشاب ولاية القضارف حملات أمنية استهدفت عددا من المواقع والأسواق والأحياء والقرى، أسفرت عن ضبط مشتبه بهم وتم تسليمهم للجهات المختصة. وأصدرت الفرقة توجيها إلى جميع المواطنين بالولاية إلى الالتزام بحمل المستندات الرسمية والتبليغ الفوري عن أي حالات اشتباه أو ظواهر سالبة، والتقيد التام بساعات الحظر ومساعدة القوات النظامية على تعزيز الأمن والاستقرار بالولاية. وقالت إن هذه الحملات تأتي لمنع التفلتات الأمنية والقبض على أي عناصر يشتبه في تعاونها مع الميليشيا، وسيستمر تنفيذها بشكل دوري في كل المحليات والمواقع بالولاية، وذلك بمشاركة مكونات الفرقة الثانية من الاستخبارات والشرطة العسكرية وأتيام العمل الخاص والكتيبة الاستراتيجية. طالب مساعد رئيس حركة تحرير السودان نور الدائم طه طالب الجيش بإصدار توضيحات حول ما وصفه بافتراءات مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة، لأن الحركات المسلحة تم إدماجها في القوات المسلحة مع تقييم الأصول التي سددتها الدولة. من جانبه قال رئيس حركة تحرير السودان من يركم الناوي حاكم مقليم دارفور، قال إن مبارك الفاضل يدمن الكذب لتحقيق مكاسب شخصية، وأشار في تصريحاتنا الصحفية إلى أن حديث مبارك الفاضل عن دمج قوات الحركات في الجيش وبيع مركبات للقوات المسلحة عار من الصحة، وأكد أنه لم يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا، ولم يتم دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات السودانية 24. تقبلوا تحياتي أنا ريم وفريق العمل في أمان الله. We'll be right back.